بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الآن الجزء الثالث من المقرر بتاعنا، وأول باب فيه هو الباب الـ13 اللي هو بيتكلم عن الباكتس والفريم والتوبولوجيز بتاعت اللوكال اريا نتورك. الباب هيتناول تعريف الفريمز اللي بتمشي في الشبكات بتاعتنا المحلية، وهيتناول التوبولوجيز اللي ممكن تكون فيها شبكاتنا المحلية بمختلف مسمياتها، كما سنناقش في هذا الباب. بنهاية الباب هنتعرف على الفريمز الحايمة في الشبكة شكلها كيف، وبدايتها ونهايتها، وكيف نميز بينها وبين بعض في العنونة، يعني الفيزيكال ادريس، ونشوف عمليا كيف نعرف الفيزيكال ادريس بتاع الكريت بتاعنا المركب في الكمبيوتر. نبدأ بالكلام عن السيركت سويتشنج. كان اتكلمنا عن السيركت سويتشنج سابقا، وقلنا في السيركت سويتشنج بيكون في مسار منفصل بين كل من المرسل والمستقبل زي ما موجود أمامنا، ومثلناها في المرات اللي فاتت لما اتكلمنا إنه كأنما عامل الكوبانية الزمان اللي هو زول بيرفع السماعة، بيربط لك سلك بينك وبين الطرف الثاني، ويبقى هذا السلك خاص بينك وبين الطرف الثاني في الحديث. يعني إذا هنا في سيركت ديديكيتد أو مخصصة لكل بير من الأجهزة عشان تتخاطب مع بعضنا فيها، ودي بنسميها سيركت سويتشنج. الفيتشر بتاعت السيركت سويتشنج طبعا هو أصبحت سيركت كاملة بين الطرفين، وبقى في فيزيكال باس في مسار موجود بين المرسل والمستقبل، والمالتيبل سيركتس ممكن يحصل لها مالتيبلكسنج في اللاين بتاعنا زي ما نشوف هسه ده، لأنه ده مصطلح جديد. بقى في هنا في ربط بين المنطقة دي والمنطقة دي، في هذا الربط بقى في عدد من الفيرتشوال سيركتس الموجوده هنا، فهنا بقت كانها مولتيبلكس في هذه الشبكه الكبيره، وهنا ما يسمى الفيرتشوال سيركت. عشان كده احنا بعدين لما نيجي نتكلم عن الفيرتشوال نتورك كاننا ربطنا او الفيرتشوال لينك او الفيرتشوال سيركت، بقت فيرتشوال سيركت بين الطرفين الان ديديكيتد، فيها كاباسيتيز محدده يتفق عليها بينك وبين شركة الاتصالات الموجودة، وهذه السيركت مخصصة لهذا اللينك. مثلا أقول لك عندي ديديكيتد سيركت 2 ميجابيت بير سكند، إن أنا ضمنت عليك إن هذه حقتك، كأنما أجرت لك 2 ميجابيت بير سكند للربط بين الجهاز الأول والثاني، و5 ميجابيت بين التا ودا، ومثلا 3 ميجابيت بين دا ودا، معناتها اللاين هنا ممكن شايل 10 ميجابيت بير سكند، أديت ده 2 وأديت ده 5 وأديت ده 3. فيبقى هي القصة بقت شنو؟ بقت ممكن تكون فيرتشوال سيركت موجودة بين الطرفين، وده اللي قاعد يحصل حقيقة. يعني المهم بالنسبة لك انه الضمان ان هذه عبارة عن فيرتشوال سيركت انشئت بين الطرفين. في البروبرتيز للفيزيكال للسيركت سويتشنج بارادايم اللي قلناها هسه، انه اول حاجة انه بوينت تو بوينت كوميونيكيشن، يبقى في ربط موجود بالظبط بين نقطتين في الشبكة زي ما شفنا قبل شوية، وفي ضمان لانه هذا الربط بين نقطتين فقط بساعة ربط ثابتة زي ما قلنا، هي ايضا تكون فيزيكالي وايرد يعني، او تكون شيرد على يعني محجوزة في شيرد ميديوم زي ما قلنا قبل شوية. طبعا انا بعدين هقوم اربط البوينت تو بوينت ده سويتش في الشبكة دي مع سويتش الثاني، بكون ربطت الشبكتين مع بعض زي ما هنشوف لاحقا. طبعا فيها خطوات عشان نحدد ننشئ الوصلة، زي ما بنضرب تلفون الان نرفع سماعة ونضرب تلفون، إذا دي creation لسيركت، and then we use that circuit، بنستخدم السيركت عشان نرسل بياناتنا بين الطرفين، وبعدين بنعمل لها termination بنقفلة، واحد من الطرفين بيقفل الخط. يبقى أنا بعمل السيركت when needed، لما أكون داير أرسل معلومات من طرف لتاني بنشئ الوصلة، وابتدي أظل أستخدم الوصلة، زي ما قلنا أي من الطرفين يمكن أن ينهي الوصلة بعد ذلك. طبعا عادة لما بنتكلم عن virtual circuit في الشبكات بكل الوصلة بننشئها أول ما الكهرباء تفتح عند أي عند الطرفين، يبتدي تو كوميونيكيت ويز إيتش أذر عشان يعملوا السيركت، وتظل السيركت موجودة طبعا بفترة مستمرة. لكن لو مثلناها بالأنظمة اللي كانت بتستخدم زي الدايل أب تليفون وكده، اللي هو كان بيتصل عشان ينشئ الجلسة، إذا هو لازم يكون عنده خطوات لإنشاء الجلسة بين أو إنشاء الدايرة خلينا نقول أو السيركت بين الطرفين. البرفورمانس عندنا طبعا كأن عندنا ايزوليتد فيزيكال باس، يعني في مسار مستقل بين الطرفين، وهذا المسار حسب الفيتشر بتاعته هي في البرفورمانس. عندنا 2 ميجابيت بير سكند، اذا هو بيشيل 2 ميجابيت بير سكند اول ذا تايم، يبقى ما بيتاثر باي طرف اخر خاش في الشبكه، حتى لو كان في ملتيبلكسنج على الكومن ميديوم. يبقى انا لما باخد الفيرتشوال سيركت اصلا باخدها زي ما قلنا باجرها بقيمه ثابته، وهذه القيمه لن تقل
ابدا مع الزمن، بغض النظر عن وجود مستخدمين كثر في شركات الاتصالات او عكسه او عدم وجوده. طبعا انا ممكن اخد، احنا طلبنا انه في البرزنتيشن نبتدي نضرب امثله عمليه. انا لما ناخد فيرتشوال سيركت بساعه محدده، عندنا ساعتين بتوفر لك شركات الاتصالات، في ساعه مضمونه، ساعه مضمونه، ودي لو قال لك 2 ميجابت بير سكند او 1 ميجابت بير سكند معناتها خلاص دي مضمونه 1 ميجابت بير سكند ولن تقل عن ذلك. في ساعه بنسميها شيرد، لو شركه الاتصالات ادتك شيرد لازم تتفق معاها وات از ذا مينيمم كوميتد ريت. فممكن يقول لك انا بديك ساعه 1 ميجابت بير سكند لكن ما بضمن لك دايما تكون 1 ميجابت بير سكند، الكوميتد ريت بالنسبه لي نص ميجابت بير سكند، معناته هو ما هيديك اقل من نص، هو هيديك واحد لكن ما هيديك اقل من نص. اذا انت في الديزاين هنا بتقول الساعه لن تقل عن نص ميجابت بير سكند، وهي في الغالب ان تكون 1 ميجابت بير سكند. طبعا في الغالب دي بعد كده الفرقه دي بتعتمد على الشيرنج الموجود في الميديم والاستخدام، عشان كده تلقى في درجات في فتره الذروه تلقى نفسك ما قادر تحصل على السعه ال 1 ميجابت اللي هي الهاي فاليو البيك فاليو يعني، لكن يو هاف يعني يجب ان يو شود هاف انجويد الكوميتد ريت. الكوميتد ريت ما بيجوز انه يقل عنه، لو قل عنه معناتها الشركه خرقت الاتفاق الموجود بينك وبينها. طيب النوع الثاني طبعا هو الباكيت سويتشنج. من غازرهان الباكيت سويتشنج هو ده اللي احنا بنستخدمه في الشبكات عندنا، وده احنا اتكلمنا قبل في المره في الابواب اللي فاتت لما اتكلمنا عن التايم ديفيجن مالتيبلكسنج وشفنا الاستاتستيكال تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. هنا الحصل انه في الشيرد لينك بتمشي حزم من الاجهزه دي مرتبه او غير مرتبه حسب ما كل زول يرسل كيف وحسب حقيقته للوصول كما سنرى لاحقا. فهنا الحزم ما بتمشي مرتبه، دي جايه من واحد ودي جايه من اثنين ودي جايه من واحد ودي جايه من اثنين ودي جايه من ثلاثه وهكذا، وماشيه لواحد ودي ماشيه لاثنين وثلاثه. طبعا احنا لما نقول ندي الحزمه رقم، العنوان الموجود فيها دائما هو عنوان الريسيفر الديستنيشن. It's not important انك انت تؤد العنوان بتاع السورس. زي ما قلنا العربية لما ماشية، أنا بقول العربية دي ماشية الكلاكلة، ما فهمني جاي من وين، جاي من ودرمان ولا من بحرين ولا من الخرطوم. عسكر المرور لما بيلاقيها بيوجهها في اتجاه الكلاكلة، لأنه العنوان الموجود فيها هو عنوان الديستنيشن. إذا هنا الناس دي زي كومبيت بيتنافسوا في هذا الشير لينك عشان يبتدوا يرسلوا بياناتهم، وبعد كده كل زول فيهم حسب 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 قوته في اكتساب اللينك. طبعا في بروتوكولات بتحكم هذه الكومبيتيشن أو التنافس، هنراها لاحقا باذن الله تعالى. اذا الشاهد انه هنا عندنا شير لينك في تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، كل لحظه لما ناخد لقطه من اللينك بلقى حزمه ماشيه لديستنيشن مختلف من الاخر، وهنا حصل تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، وده المفهوم بتاع الباكيت سويتشنج. احنا هنركز في هذا الباب على الباكيت ومحتويات هذه الباكيت التي يتم تداولها في شبكتنا. في خصائص برضو للباكيت سويتشنج بارادايم اللي قلناه قبل شويه، هو asynchronous communication، يعني السندر ممكن يتصل مع one recipient او multiple recipients. زي ما قلنا ممكن الحزمة المرسل في شكلنا الفات ده المرسل ده يتصل مع المستقبل الاول ثم بعد شوية يرسل حزمة للمستقبل الثاني، بعد شوية يرسل حزمة للمستقبل الاول، يعني ده ممكن يرسل حزمة لده وبعد شوية يرسل حزمة لده وبعد كده يرسل حزمة لده، يعني ممكن كل الحزم دي تكون جاية من الكمبيوتر ده والباقيين الاثنين ده ما شغالين. اذا الباكيت سويتشنج بتتيح له فرصة انه يفتح اكثر من وصلة مع الاطراف المختلفة، لانه هنا ما في سيركت بتنشأ وانما حزم هو بيرميها في الشبكة بتصل للديستنيشن المعني. فالفيشر دي خلته يستطيع صاحبنا ده انه يرسل لاي واحد من الثلاثة ديل في وقت واحد او يرسل لهم كله لو عايز، يكون بيرسل الى حبة ولا الى حبة ولا ذاك حبة. برضو الكوميونيكيشن ممكن يحصل في أي لحظة، وبحيث إنه المرسل ممكن ينتظر فترة طويلة قبل ما يرسل الباكيتس أو يرسل الباكيتس ورا بعضها، هو حر يعني. هناك برضو في السيركت دايجرام كان هو حر يرسل في وقت ما داير، لكن يجب أن ينشأ الوصلة قبل الإرسال لما كنا شغالين سيركت دايجرام سيركت سويتشنج. هنا في الباكيت سويتشنج ما محتاجين سيت أب لسيركت، ما محتاجين سيت اب على اساس ننشأ الجلسة. هو سيستم جاهز انك انت في اي لحظة بس جيب الباكيت بتاعتك واحنا بنوصلها للديستنيشن، فما محتاج لك تعمل وصلة بين السورس والديستنيشن زي ما هو كان في السيركت سويتشنج. البرفورمانس هنا طبعا بتعتمد statistical multiplexing among الباكيتس، يعني هنا الباكيتس اللي بتترسل السندر لما يلقى الاكسس للشانل هيرسل والترانسميتر الانتاير باكيت وبعدين يدي الترانسميترز الاخرين يرسلوا. إذا في مثالنا قبل شوية ده اللي احنا هنرجع له تاني في الرسمة،
اذا صاحبنا ده قاعد يرسل براه، اذا هو حصل على اللينك يرسل وقت ما هو عايز. فكل لو الثلاثه دارين يرسلوا هيبتدوا يتنافسوا مع بعضهم عشان يرسلوا الحزم بتاعتهم في هذا الشير لينك. اذا الشير لينك لو كانت ساعته مثلا 1 ميجا بت بير سكند وكل زول دار يرسل 1 ميجا بت بير سكند، نو واي، يبقى كل زول هيستفيد تقريبا بتلت ميجا بت بير سكند عشان يرسل بناته، وبعد كده يبقى اللينك بالنسبه لنا بوتل نيك. اذا الان اول مثال اللي لقينا لبوتل نيك، البوتل نيك اول اختناق ممكن يحدث لو الثلاثه ديل ارسلوا بساعات اعلى من ساعه اللينك الرابط بين الاثنين. طبعا ده لو كان ساعته 1 ميجا بت وده 1 ميجا بت وده 1 ميجا بت بير سكند وده ساعته 3 ميجا بت بير سكند، ما في مشكله، بنشيل ال 3 ميجا بت ده 1 زائد 1 زائد 1 3 ميجا بت بير سكند ويترسلوا هنا، ما فيش كان. لكن عاده الشير لينك بتكون الساعه بتاعته او الكباسيتي بتاعته، يعني زي ما هنشوف لاحقا وشفنا سابقا اللينك كاباسيتيز، اللينك كاباسيتي دايما بتكون اقل من السرعه الساعات المتاحه للناس دي عشان يرسلوا في الشير لينك. فهنا بيحصل زي ما قلنا بوتل نيك واختناق في الشبكه في هذا الامر. اذا البرفورمانس بتعتمد على كميه البيانات المرسله بواسطه الكمبيوترز الاخرى يعني الموجوده في الشبكه. طيب لما نجي نتكلم في بعد ما خلصنا الباك سويتشنج، طبعا الباك سويتشنج هي اللي احنا هنستخدمها في شبكاتنا المحليه، يعني ما معقول اننا نربط فيرتشوال سيركت من كل مرسل مع المستقبلين الاخرين. يعني عندنا في المعامل 300 وشويه جهاز، ما ممكن ندي سيركت سويتش بين كل جهاز وال 299 جهاز الاخرين. يعني اللي بيحصل ان انا بنرسل الباكتس في الحزمه زي ما قلنا، ونستخدم الباكت سويتشنج بدل ما نعمل السيركت سويتشنج، وبعدين نشوف الباكت دي كيف تقدر تصل للديستنيشن. طيب نمشي لموضوع ثاني، اللوكال اند وايد اريا باكت نتورك. طبعا الباكت سويتشنج تكنولوجي هي هيحصل لها سباننج، هنرسل الباكت والباكت دي تنتشر بعد كده في الشبكه كمحليه، كشبكه واسعه، كشبكه متوسطه بتاعت مدينه. يعني احنا كان صنفنا الشركات او عايزين نصنف الشبكات لثلاث انواع، لان لوكال اريا نتورك دي هي طبعا ليست اكسبنسيف، اقل تكلفه، وشغاله في سنجل روم او سنجل بيلدنج. يعني حتى الان كليه علوم الحاسوب وتقنيه المعلومات الشبكه الفئه دي كلها احنا بنعتبرها الان، مع انه اشوف رابطه كم عندنا 10 معامل حاسوب، وعندنا مكاتب العمادة والأمين والمحاسب والسكرتارية والمسجل ورسائل الأقسام إلى آخره، لكن كلها بنتكلم عنها إنها هي لوكال إيريا نتورك لأنها قاعدة في شنو، في سنجل بندنج. نمشي لأكبر شوية لما نمشي للمان، طبعا نمشي بعد كده نربطها مع الشبكات الأخرى اللي قاعدة في الغربي، برضه بنتكلم بنقول أنا الغربي، ما قاعدين نقول اللان بتاعت الحاسوب. طبعا بعدين في الديزاين هنبدأ نفرتق اللانات دي مع بعضهم لما نيجي نشوف لما يكون عندنا مشكله ترافيك، يعني ترافيك هيكون في ازدحام بيخلينا ما نقدر نخلي الشبكه تكون كبيره شديد كبول اير كبول نتورك، ودي هتلاقينا بعدين في التصاميم. لكن هسه بالنسبه لنا اللان هي قاعده في سنجل روم او سنجل بيلدينج. المان المتروبوليتان اريا نتورك دي استمنا طبعا ميديوم ما غاليه زي الالوان، وبتغطي السيتي او متروبوليكس، يعني بتغطي لا مدينه. يعني انا بقدر اقول الان شبكه جامعه السودان عباره عن مان متروبوليتان اريا نتورك، لانها بتربط رئاستها قاعده في الجناح الغربي هنا، مربوط مع الجناح الجنوبي في كليه الهندسه والنفط والتربيه الرياضيه الى اخره، مربوط مع سوبا الغابات، مربوط مع الموسيقى والدراما في الحله الجديده مع علوم الاتصال، مربوط بناء الجناح الطبي الجديد اللي هو هناك في عبيد خاتم، مربوط مع الاشعه جنب القياده، مربوط مع حله كوكو تاج الحيواني، مربوط مع الجناح الشمالي لكليه الهندسه اللي هو الصناعات نسيج وكيميائية والجماعة ديل، مربوط معاها هناك الزراعية في شنبات، مربوط معاها في القدر، وهناك ناس كلية علوم الأرض. فبالتالي هي رابطة عدد من الشبكات المحلية، عدد من اللانس في شبكة كبيرة بنسميها مان. الأكبر بقى الوايد أريا نتورك، ودي بتربط سيتيز مع بعض. يعني ممكن أقول إن شبكة التعليم العالي مثلا، لأنها رابطة جامعات موجودة في مدن مختلفة داخل جمهورية السودان، وشبكات البحث العلمي المختلفة نتكلم عنها وان أسهر وان الإنترنت، يعني وايد أريا إز نتورك أوف نتورك، شبكة بتربط الجلوب كله يعني. طيب إذا إحنا قلنا الباكيز دارين نرميها في الشبكة، عايزين في الجزء الباقي من الباب ده نتكلم إنه الباكيت دي ذاتها الستاندرز بتاعتها كيف يعني. طيب احنا قلنا كل باكيت لازم يكون عنده اي دي عشان الايدنتيفيكيشن للانتندد ريسيبيانت. طبعا الاي دي يعني بنتكلم هنا دايما الريسيبيانت
وبنكرر القصة دي دايما، العنوان الأكيد لازم يكون موجود في الباكيت هو عنوان المستقبل. يبقى لازم كل المرسلين يتفقوا إنه الستاندرز بتاعتنا كيف اللي بنقدر نخوض فيها هذا العنوان الاي دي. يعني ممكن اقول انا العنوان 5 بايت، ده يقول 7 بايت، ده يقول 9 بايت، هنختلف مع بعضنا يعني. فبالتالي هنا اول ما يظهر اجتهاد لتصميم بنبتدي تظهر الستاندر بوديز. الستاندر بوديز في عدد من الستاندر بوديز السلايد دي بتتكلم عنهم، اشهرهم الاي تريبل اي، طبعا سامعين عنها، الانستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونكس انجينيرنج في ستاند، ودي مهمه جدا عندنا في الباب ده نتكلم عن الستاندرز اللي طلعتها. لكن في ستاندرد بوديز اخرى يعني W3C 3C LIETF والاي تريبل، وطبعا التكست بوك بتاعنا صنف اللايرز بالشكل ده. الشكل اللي قدامنا ده شكل شويه فني يعني، بيوري الالستريشن للبروتوكول لكل ستاندرد بوديز. في بعض الستاندرد بوديز اهتمت بمنطقه فكبرت البروتوكول في المنطقه دي، ادته كرشه كده بقى كبير. هنا مثلا ناس الورد ويب بيهتموا بالابلكيشن لاير كتير، فخصصوا الشكل بيقول انه اكتر الستاندرد ركزت على الابلكيشن واهملت باقي اللايرز. الاي تي اف ركزت على الترانسبورت والانترنت وطنشت الابلكيشن الفوق وتحت الداتا لينك والفيزيكال لاير، ادتهم اهتمام اقل. الاي تريبل اي لانها اصلا مهتمه بالسيجنال والالكتريكال سيجنال والستاندرد بتاعت الفورمات الاخيره، ركزت بصوره اكبر كتير جدا عن الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير. عشان كده احنا بارت 2 كله كنا بنتكلم عن الفيزيكال لاير، الاشارات الكهربائيه والمغناطيسيه والكلام ده كله عن الفيزيكال لاير، وكمان عن الداتا لينك لاير. فاحنا والفوكس انه كيف الداتا لينك لاير تفاصيلها قاعده كيف. طبعا احنا هنا في التكست بوك بتاعنا لما نتكلم عن الفايف لاير موديل نتكلم عن الفيزيكال اللي اتكلمنا عنها في الجزء الاول بصوره كبيره يعني، والان احنا ماشيين في الداتا لينك لاير بيتكلم اكتر، اللي بيتكلم عن الباكيت والباكيت فورمات الى اخره. فاحنا مصنفينهم مدينه نفس الايكوال اوبورتيونيتيز وهنغطيهم كلهم بنفس الطريقه يعني. لكن الستاندرد بودي طبعا كل بودي فيما يليه هو من الستاندرد في مجال عمله. في 1980 الاي تريبل اي عملت بروجكت سمته 802، الرقم ده هيلاقينا كتير في الباب ده، لان مان ستاندرد. عملت كوميتي لجنه، طبعا الاي تريبل اي لما تكون دايره تعمل ستاندرز محدده بتعمل لجنه، واللجنه دي وظيفتها انها تصدر الستاندرز للنتوركينج. فال 802 كان بروجكت كان الستاندرد للنتوركينج، طلع في الاي تريبل اي عشان يطلع الستاندرز اللي فيها التفاصيل اللي بنتكلم عنها في الباب ده وفي الابواب الجايه والابواب اللي فاتت كلنا بنتكلم عن الستاندرز. طيب نمشي للبعد، السلايد اللي بعده، سوري. في الاي تريبل اي اتكلمنا كتير عن اللوجيك لينك كنترول، وبعدين بيتكلم تحت 802.2 كستاندرز بيتكلم عن ميديا اكسس لاير. الميديا اكسس كنترول هنشوفها بعد شويه، وهنشوف اللوجيك لينك كنترول في الشكل الجاي. لكن الشاهد انه هنا في تركيز على انه عندنا اللوجيك لينك كنترول وتحتها عدد من يعني اما تختار ده او ده او ده او ده، دي اللي حيلاقونا كلهم في الابواب الجايه. لكن نتكلم عنها عنوان سريع. الاي تريبل اي 802.3 يتكلم عن الكارير سينس ويز مالتيبل اكسس ويز كوليجن ديتكشن، ده اللي بيستخدم في الايثر نتورك اللي هي شغاله عندنا في المعامل في الشبكات اللاسلكيه. الان كل معامل حاسوب الفوق شغاله بالستاندر بتاع سيزما سي دي اللي هي كارير سينس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن، وهنتكلم عن تفاصيله وتفاصيل الايثر نت وبيعمل شنو في باب جاي. 802.4 يتكلم عن التوكن بس، وهنشوف بعد شويه التوبولوجي ونوري البص، والبص هيكون طريقه التخاطب فيه شكلها كيف وكيف الاجهزه تتخاطب مع بعضها. ده بيتكلم عن التوكن رينج 802.5، برضه هنشوف الرينج توبولوجي ونشوف كيف الناس ينظموا مع بعضهم الكلام في التوكن رينج. 802.11 بيتكلم عن الوايرلس لان، ودي هتلاقينا في شابتر 16 اعتقد، في الاي او سات شابتر 16 يتكلم عن تفاصيل كثيره عن هذا الموضوع. اذا التركيز زي ما شايف ركزت على مركزين على اسال اللاير 2 اللي هي بتاعت الداتا لينك لاير كبروجيك زي ما قلنا 802، جواه في سب ستاندرز 2 و3 و4 و5 و11 اللي احنا هنبقى نستعرضه ان شاء الله في واحنا ماشيين في الكورس بتاعنا. طيب يبقى الستاندرز بتاع الاي تريبل اي 802 قسم لاير 2 للبروتوكول ستاك انتو تو كونسبشوال سب لاير، واحده لوجيك لينك كنترول
والتانية الميديا اكسس كنترول. في اللوجيك لين كنترول بتهتم بالادريسنج والدي مالتيبلكسنج، العنونة بتهتم بها اللوجيك لين كنترول، يعني العنوان والعنوان شكله كيف. قلنا الباكيت فيها ديستنيشن اي دي، مش كده؟ الاي دي ده شكله كيف، طوله كم، يحتوي شنو الى اخره، دي بتهتم بها اللوجيك لينك كنترول. الميديا اكسس كنترول بتكلم انك انت هاو تو شير الميديا. عشان كده لو نرجع على السلايد اللي فاتت، يعني كل واحد في دول عنده طريقه تو شير الميديا، وهنتكلم عن تفاصيل. يعني الراجل ده مثلا هيقول لو داير ارسل رسل، ولو حصل تصادم كوليجن ارجع وتاني رسل بعد شويه، حصل تصادم ارجع رسل بعد شويه. بينما الناس التوكن عموما بيتكلم انك انت في التوكن اللي هي شنو، اللي هي بنقول ان التوكن كانك عندك رخصه، يعني رخصه عشان ترسل. فانا كان ما عندي رخصه كده شايلها مديها لكل زول، بقول لما يكون معك الرخصه لو معك الميكروفون يعني يتكلم، اذا شبهناها بالميكروفون. فيبقى عندي طريقه ان انا اوزع الميكروفون للناس عشان يتكلموا في الحياه العاديه. هنا هيكون توكن او رخصة للإرسال. لو التوكن جاتك رسل، بعد ما ترسل لازم التوكن البعدك والبعد وهكذا. الوايرلس عنده قصة تانية مختلفة تماما، هنبقى نشوف أحجز، ولما تاخد الحجز أبدأ رسل. فهنا معناتها هنا بنهتم الميديا أكسس، عشان كده جه هنا الميديا أكسس، هاو وي آر جوينج تو أكسس الميديا، عشان كده اسمها ميديا أكسس كنترول. يبقى دل عن اللوجيك لينك كنترول بيتكلم على الادريسنج والمالتيبلكسنج والدي مالتيبلكسنج. الميديا اكسس كنترول كيف الكمبيوترات الكثيره دي تقدر تشير الميديا دي عشان تقدر ترسل بيانات. طيب الانتوبولوجيز طبعا زمان لما بندرس الشبكات، ده اول درس بندرسه من المحاضره الاولى، انه الشبكات عشان نربط اجهزه في شبكه محليه هنستخدم واحد من التوبولوجيز اللي قدامنا دي، البص والرينك والستار والمش. في السلايز الجايه هنتناولهم بالتفصيل. يبقى كل في كاتيجوريز للانترنت حسب الشبكه المحليه حسب التوبولوجيز بتاعتها والماك بروتوكول المستخدم فيها. فهنا دي الباس توبولوجي. الباس توبولوجي كل الاجهزه زي ما شايف مربوطه في ناقل عمومي واحد، وهذا الناقل العمومي بيكون في دروب كيبل كده ماشي للكمبيوتر فيو، واحيانا الناقل العمومي ذاته بيمر على الكمبيوتر ده والكمبيوتر الثاني والثالث الاخير. فهنا في باص، هنقرا السلايز الجاي نقرا تفاصيله. هنا الاجهزه مربوطه في رينج، في حلقه، الحلقه بتمر على كل الاجهزه زي ما انت شايف، كل جهاز مربوط في هذه الحلقه. هنا الستار في سنترال هاب في النص مربوطه به كل الاجهزه زي ما انت شايف. وهنا مش توبولوجي، كل جهاز مربوط مع كل الاجهزه الاخرى. طبعا هنتكلم على كل واحد فيهم الان والفيتشرز بتاعته شكلها كيف. لما نتكلم عن البص، البص توبولوجي دايما بيكون سنجل كيبل، الكمبيوترات مربوطه بهذا الكيبل، ونهايه البص دايما هنا في الحته دي، في الحته دي بيكون فيها مقاومه، بيكون فيها ترمينيتر بنسميه. الترمينيتر ده ببساطه لانه البص ده عاده بيكون كواكسيال كيبل، والكواكسيال كيبل ممكن اخلي طرفينه كده سايل، لانه لو في اشاره كهربائيه بتتبادل هنا ده حاجه تو ابزورب او تمتص الاشاره في طرفي الكيبل. فهنا بيكون في ترمينيشن، والترمينيشن ده دايما بيكون عباره عن ريزيستنس، يعني تكون 50 اوم ريزيستنس مثلا. طيب الباص بيكون زي ما قلنا الاجهزه مربوطه بالباص هذا الشكل، وكل كمبيوتر طبعا ده الشكل للباص، وفي دروب كيبل طويل كده، وفي رسمه ثانيه للباص انه الباص جاي مباشره على الكمبيوتر، يعني الكيبل بيخش الكمبيوتر ده يمرق منه يخش الكمبيوتر الثاني وهكذا. فالخطوط دي بتبقى طولها زيرو، يعني يبقى وصله مباشره داخله على جهاز الكمبيوتر. طبعا كل كمبيوتر مربوط بالباص ممكن يرسل للكيبل، والاشاره وانس انها جات في الكيبل بقت مقروءه لكل الكمبيوترز الاخرى. الكمبيوتر المعني هو اللي بيشيل هذه الرساله. واتذكر معانا الكلام اللي قلناه زمان في اليونيكاست والمالتيكاست والبرودكاست. يبقى هو انا لما ارسل الرساله في الباص، يا اما موجهه لشخص محدد يونيكاست هتصليه هو مباشره، يا موجهه لمجموعه محدده من الناس، مثلا اقدر اكلم الاثنين ديل وما اقدر اكلم ده. اذا في يونيكاست جروب، في مالتي كاست جروب قاعدين فيها الجماعه ديل، يقول رساله تمرق تجي للمالتي كاست جروب ده وده، وده ما هياخده، او ماشيه للكل، الاشاره بتطلع، الرساله بتطلع كل الجماعه ديل بيعملوا كوبي من الفريم الحالي. يبقى اني هاو السندر بيرمي الرساله بتاع الفريم بتاعه في الباص، والفريم بيكون حايم في الباص هنا، يعني ماشي كاشاره كهربائيه في جميع الاتجاهات زي ما انت عارف، يمين وشمال. الريسيبينت الماني هو اللي بيعمل كوبي للفريم ويرفعوا للليرز العليا. عشان كده بيقول كل كمبيوتر ممكن يرسل ات اني تايم. ويبقى لازم يعني ينسقوا مع بعضهم عشان ما يحصل تصادم، يعني ما تقوم انت ترسل وده يرسل في نفس اللحظه. ففي تكنيكس هنستخدمه لمنع التصادم يذكر لاحقا باذن الله تعالى، اللي هو الميديا اكسس كنترول.
ندي الدور لزول 200 عشان يرسم يعني. طيب ده اللي هي الباص تو بريدج. طبعا عيب الباص انه الباص لو اتقطع الشبكه هتجيف طبعا بالتاكيد يعني، ده لو اتقطع بيطلع الجهاز ده براه من الشبكه مش كده. وبعدين عدد الكوابل في الباص لو تلاحظ قليل يعني، بس السلك ده ربط الاربع كمبيوترات مع بعضها يعني، الكمبيوتر دي لو المسافه بين كل واحد والتاني مترين اذا دارين 8 متر كابل وانتهينا. طيب نمشي والشبكات معامل الحاسوب. في كليتنا كان بدينا كلنا بالطبولي ده اللي اسمه الباص طبولي، وبعدين انتقلنا منه للستار كما سنرى لاحقا. التوبولوجي الثانية الرينج توبولوجي، زي ما شايف الأجهزة عاملة حلقة، طبعا لا يفترض إنها تكون مدورة كده يعني، ممكن ده يكون هنا واحد تاني هناك كده واحد تاني، المهم لما نلم مع بعض نلقاهم في الشكل بتاع كيبل ماشي من الكمبيوتر الأول للتاني للتالت للرابع ويعود مرة أخرى للأول. يبقى في كلوز لوب، وممكن بعد كده من الكلوز لوب لو دارين نربطهم مع العالم الخارجي بنعمل لنا وصلة هنا للعالم الخارجي زي ما هنشوف بعد شوية. دايما بيكون في دايركشن يا كلوك وايز يا اندر كلوك وايز، يبقى الراجل ده بيرسل لده وبعدين ده بيرسل لده وبعدين ده بيرسل لده وبعدين ده بيرسل لده. واضح انه لو ده داري يرسل في اقصى اليسار عايز يرسل لاقصى اليمين هيشيل الباكيت يرسلها، ده هيشيلها يعني لا يلقاها حقته هتمشي هنا، ده يلقاها حقته هيشيلها. بعد كده ممكن ده يرسل اعلام للوصول للراجل ده يقول انا استلمتها، ده موضوع تاني طبعا الاعلام والوصول. يبقى في الرينج توبولوجي الاكنولجمنت، الاكنولجمنت هي الاعلام للوصول. ممكن يحصل له امبلمنتيشن يعني الباكيت، لانه هي لما مشت هنا الارسال ما ماشي كده وصلت للزول ده، بعد ما هو استقبل بياناته بيبقى السماح للزول اللي عليه الارسال ممكن يكون هو نفسه او زول بعده، هو لو عنده حاجه داري يرسلها يشيلها يرسلها في الشبكه، لو ما عنده يرسل للزول اللي بعده، اللي بعده يرسل اللي بعده وهكذا. اذا كانه في قطر لافي كده، الداري ينزل حاجه بنزل حاجته في القطر ده، والزاير يشيل حاجه بيشيل حاجته من القطر. يبقى في باكيتس كثيره ماشيه هنا في الكيبل كلوك وايز في الاتجاه واحد، ايزر كلوك وايز اور انتي كلوك وايز. وكده كانه يا اخوان احنا قلنا الميديا اكسس كنترول هنا لإعلان الاذن للارسال بيكون انه لما تجيك السيجنال في الكمبيوتر بتاعك شيل اللي بتشيله منها وخط الدار تخطه ورسله للزول اللي وراك وهكذا. النوع الثالث هو المش اللي هو كل كمبيوتر مربوط مع كل الكمبيوتر الاخرى يعني، ويبقى داري كونكشن بكل بير من الكمبيوتر، لكن الميس ديس ادفانتج بتاعت الكوست يعني الكوست، لانه هسه دي شبكه فيها اربع كيزا بس احتاجنا ست لينكات، دايما عدد اللينكس بيساوي ان في ام ماينس 1 على 2 يعني، دي الاربعه يبقى 4 في 3 على 2 يعني 12 على 2 6 لينكس، يبقى النمبر اوف لينكس يتناسب مع ان سكوير. فاذا لو تخيلنا عندنا 100 جهاز في الشبكه يبقى عندنا 100 نضرب 100 في 99 على 50 بيكون رقم ضخم جدا من الكوابل اللي تكون موجود مربوطه في الشبكه. وتخيل ما في معمل حاسوب انت قاعد، لو افترضنا انه عندنا 10 معامل كل معمل فيه 30 جهاز، معناته كل جهاز مربوط مع 299 جهاز which is completely impossible to be implemented يعني. يبقى العدد الربط الوصلات بيكون كبير جدا مع زياده عدد الاجهزه الموجوده، وبالتالي في عدد قليل جدا من اللان بتستخدم المش توبولوجي يعني، دي الا تكون انت جهازين ثلاثه اربعه كده زي ديل ممكن نعمل التوبولوجي زي دي عشان نوفر فيري فيري هاي ريلايبيليتي، لانه لو اللينك اتقطع بس بيكون اللينك بين ده وده المباشر اتقطع، بينما ممكن الرساله بالطرف الثاني. طبعا الرينج يا اخوانا قبل شويه قلنا دي لو الرينج اتقطعت الشبكه بتجيف مش كده، الرينج دي زي البصل، الرينج لو اتقطعت الشبكه تجيف. بعد كده الرينج دي مرات بنعمل فيها رينج ثانيه احتياطيه نبقى نتكلم عنها لاحقا، باعتبار انه الرينج دي لو اتقطعت الترافيك يمشي كده ويجي راجع كده ويجي يبقى في رينج بديله يعني، فبالتالي لو الكيبل ده اتقطع كله يبقى الرساله هتمشي كده، الفريم هيمشي كده لحد ما يصل للراجل ده ويرجع باللينك البديل يجي ماشي لحد هنا وبعدين وهكذا. يبقى عملنا رينج، عملنا لنا رينج جديده بالكيبل الاحتياطي، لكن لو ما عندنا كيبل احتياطي حقنا راح الشبكه هتجيب. يبقى المش لو كيبل اتقطع يبقى ما في دايركت لينك بين اي بين الكمبيوتر ده والكمبيوتر ده، لكن بيقدر يتواصلوا بسكه ثانيه عن طريق ده مثلا او عن طريق ده. طبعا المش اكوردنج ما بنستخدمه زي ما قلنا في اللان خالص يعني، ويمكن نستخدمها في ربط يعني رئاسات شبكات ببعض البعض يعني، ممكن لو في بنك عنده ثلاثة فروع ممكن يربطها بمش باعتبار انه داير له ثلاثة كوابل عشان يربط الثلاثة فروع، يربط الأول بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالأول، عنده أربع فروع زي عندنا هنا ممكن يجيب ستة لينكات باعتبار انه this is very high availability زي ما بقول.
طيب فبالتالي المش ما قاعد نستخدمه في الشبكات المحلية زي ما قلنا إلا نادرا. هو قال فيو لان امبلوي مش توبولوجي، وأنا ما شفت لي لان امبلوينج المش توبولوجي. الآخر توبولوجي عندنا الستار. الستار زي ما شايف في هاب هنا مربوطة معه الأجهزة بهذا الشكل، كيبل ماشي لكل واحد، وده الفيزيكال توبولوجي اللي احنا قاعدين موجود عندنا في عامل الحاسوب كله، يعني إنه في سويتش موجود هنا أو هاب، والأجهزة كلها مربوطة في هذا السويتش. الكيبل ده لو اتقطع بعض الكمبيوتر ده بس برق برا الشبكة، لكن طبعا بالتأكيد الهاب ده لو باظ الشبكة كلها بتقيف. يبقى عندنا كلها مربوطة بسنترال بوينت اللي هي الهاب، وال طبعا عادة بتكون عندها سيمتريك شيب، يعني بنحاول نركب الهاب قريب في منتصف البيلدنج يعني. ودي حكمة على أساس إنك أنت تربط، يعني ما من الحكمة إنك تجيب الهاب هنا قريب من الجهازين ديل، وديل يكونوا بعاد تمشي بكوابل طويلة جدا لهم. الحكمة إنك أنت دايما بتتش على الطابق اللي عايز تربط فيه اللان، وتحط السويتش بتاعك أو الهاب في منتصف الطابق تقريبا يعني. والأسكالك تكون ماشية منه طبعا بترنكات إلى آخره واصلة للديستنيشنز بتوعينك. طيب الهاب دايما بيكون في غرفة زي ما قلنا بتاعت الكمبيوتر وكده، أو في السيرفر روم، لكن طبعا ما شرط يكون الكيس كده. يعني لو لاحظت عندنا في معامل الحاسوب، لو لمينا المية جهاز دي للمعامل، بعد يمين معمل 11 و12 و13 و14 و21 و22 وهكذا وانت ماشي، وهناك معمل الماجستير والدكتوراه ورا تحت المكتبة، الكوابل هتكون طويلة جدا اللي بتجي. يعني معمل الماجستير ده فيه 30 جهاز، عشان اخش الهاب هنا في رئاسة الجامعة ويكون المسافة من هنا هناك 100 متر مثلا، ده اللي 30 كيبل كل واحد طوله 100 متر. انستيد بركب لي سويتش هناك جوه المعمل واربط معاه الأجهزة، الكيبل كله يكون 5 متر 6 متر 10 متر 15 متر بالكثير، وبعدين الهب ده اربطه مع رئاسة الشبكة زي ما نشوف في الأمثلة العملية اللي ترون. فإحنا عادة بنحاول نقرب السويتش قريب من الناس في أماكنهم، ما قربه مخل يعني. فبالتالي دايما في تصميم المباني بيكون موجود في الطابق في غرفة اسمها غرفة الشبكة، بيكون فيها الهب أو السويتش، الكوابل كلها بتتجمع عند هذه النقطة، وبعدين نربط النقاط دي مع بعض إذا ربطنا المبنى. إذا لما يكون عندنا مالتي ستور بيلدينج دايما بيكون في غرفة بنخط فيها التوصيلات دي تتجمع في تلك الغرفة، عشان نقلل العدد الكوابل المستخدم، وعشان يكون عندنا نقطة محددة، النقطة بتاعت الكنترول بتاع الشبكة تكون كنترول في يد الأدمنستريتور، يفتحها وقت ما عايز ويراقبها إلى آخره. خلاص، فدي التوبولوجيز الموجودة الآن لللوكال اريا نتورك. زي ما قلنا مش الستاندرز، الآن الاستخدام الموجود الحالي كله ماشي على ستار توبولوجي. إذا لما نعاين هسه لشبكة جامعة السودان أو أي شبكة يعني جامعة السودان مثلا، كل معمل هتلقى فيه سويتش زي ضربة الأجهزة بتاعته، أو تلقى سويتش لكل معملين، لأن السويتش لما تركبه في الحيطة ما ظهره غادي يكون المعمل الثاني، فممكن مباشرة تخرم الحيطة وتمشي للمعمل الثاني، والسويتشات دي نحطها في كابينة واحدة. إذا بعدين عدد السويتشات دي نبقى نربطها مع سويتش كبير يربط هذه السويتشز مع بعضها. أوكي؟ برضه في المباني زي ما قلنا بنحاول نحط لنا نتورك روم في كل طابق، أو لو المبنى ما كبير شديد في العرض بنحط في طابق ونفط طابق، ونفط طابقين حقيقة. يعني لو خدتنا دي في الطابق الأرضي مثلا هتشيل الأرضي والأول. ما في داعي نخط في الأول ولا في الثاني، نخط في التابل ولا دي هتشيل الأرضي والأول، الثاني ممكن ما نخط فيه ونخط في الثالث، باعتبار إن السيرفر الكيبلنج روم القاعدة في الثالث بيغطي الثاني والثالث والرابع، ما بيكون تحتها مباشرة وهكذا. فبالتالي لو عندي مبنى من 9 طوابق محتاج نتورك روم في 3 طوابق، كل طابق يخدم التحت يخدم نفسه والطابق التحت له والطابق الفوق له. أما إذا كان المبنى كبير مضطر تحط لك كيبلنج روم في كل طابق من طابق المبنى، بل احيانا بنخد اكثر من كيبلنج روم لو المبنى عنده اجنحه كبيره في الجناح اليمين وفي الجناح الشمال والى اخره. طبعا دي بتقيمها لما تصمم المبنى بتاعك وتشوف الغرف الفيعه او النقاط اللي هتصل لها الشبكه شكلها كيف، لكن كله ماشي زي ما قلنا على شنو الستار توبولوجي. طيب نمشي للباكيت ايدنتيفيكيشن. احنا هسه مشينا شفنا التوبولوجيز وعرفنا اننا شغالين باكيت سويتشنج، نمشي للباكيت ايدنتيفيكيشن. يبقى في باكيت ادريس مفروض نتكلم عنه. هي الباكيت ادريس يبقى كل حزمه من ديل فيها عنوان هيكون موجود فيها يوري الديستنيشن، وزي ما قلنا الشكل ده الجماعه دي اللي بيرسلوا كل باكيت من ديل. لما نيجي نفرتيها بعد شويه نلقى فيها محتويات اللي هم بنسميه البيلود، وفيها هيدر، والهيدر ده اهم حاجه فيه الاي دي بتاع شنو بتاع الديستنيشن ماشي منه. يبقى كل كمبيوتر في الشبكه هيكون عنده يونيك ادريس، يعني كمبيوتر الكمبيوترات الثلاثة في اليمين وفي الثلاثة لازم كل واحد فيهم يكون عنده عنوان واحد لا يتكرر.
وكل باكيت بتحوي العنوان اليونيك او الوحيد بتاع هذا الديستنيشن. هنشوف بعد شويه كيف ندي هذا العنوان الوحيد الذي لا يتكرر وما هو طوله وما هي مواصفاته. في الاي تربل اي 802 ادريسنج حدد الادريس ب 48 بت. اذا هنا خلاص بقى الكلام واضح، العنوان في الاي تربل اي 802 48 بت. نتفق احنا كلنا في العالم انه دي هي الطريقه اللي هندي فيها العناوين. بنسميه الميديا اكسس كنترول ادريس، نسميه الماك ادريس، او بنسميه الايثرنت ادريس، او بنسميه الفيزيكال ادريس، كلها مترادفات لنفس المعنى. ماك ادريس، فيزيكال ادريس، ايثرنت ادريس، هو ده العنوان بتاع كرت الشبكه المركب في جهازك الان. يبقى ونس انك انت جهاز بتاع خاشي في الشبكه يبقى عندك ماك ادريس لهذا الكرت المركب في جهاز الكمبيوتر. كل كرت شبكه بيكون عنده عنوان ادريس وحيد لا يتكرر في العالم كله. يبقى هي اللي دارين الان كل كرت شبكه عنده عنوان، والعنوان ده تخصص له لما نتصنع هذا الكرت. معناته احنا هنمشي للمصنعين وندي كل مصنع رينج عشان يصنع الكروت كما نتوقع ذلك يعني. يبقى الاي تربل اي هي اللي بتخصص البلوك اوف ادريسز لكل فيندر، الفيندر هو المصنع بتاع الكروت، وخلي الفيندر هو يشوف الفاليو لكل جهاز عنده. كيف؟ تعالوا نشوف هسه في السلايدز الجاي. يبقى هنا ال 48 بيت اللي قلناها يا هندي 3 بايت هنا و 3 بايت اللي جاي اللي هي 6 بايت، 6 في 8 ب 48. الجزء في الشمال على الاورجنايزيشن يونيك ايدنتيفاير اسمها الاو يو اي، اورجنايزيشنالي يونيك ايدنتيفاير. شركة سريكوم عندها رقم، شركة سيسكو عندها رقم، شركة هواوي عندها رقم، شركة دي لينك عندها رقم، وهكذا. يبقى ده رقم بتاخده الشركة المصنعة. جوا هذا الرقم بتاعها هي بتصمم كروتها زي ما دايرة، تبدأ بالرقم مثلا صفر لحد ما تصل الرقم الأكبر. طبعا 3 بايس يعني 24 بت، إذا عندها احتمال 224 كارت يتم تصنيعه داخل تلك الشركة. طبعا الشركة لو كبيرة ممكن تاخد another organization unique identifier. 224 بيتكلم عن 16 مليون كارت يعني تنتجه، وبعد كده تمشي تاخد identifier تاني وتضيفه وهكذا. طبعا في الثلاثة بايز دي الجزء الأول اللي هو فيه الثمانية بيتس الأولانيات اتخصص راب 2 بيتس اللي هي 7 on 8، واحدة لل 8 حتى لليونيكاست والمالتيكاست. طبعا هنتكلم تاني على يونيكاست والمالتيكاست باعتبار انه هنا بتحدد انك انت مرسل لكل لزول محدد ولا مرسل لجروب من الكمبيوترز. اليونيكاست مهم الكريت بعدين يعرف انه الحزمة دي جاية وهو وراه ولا جاي لآخرين معاه ولا جاي لكل الناس اللي قاعدين في الشبكة. وفي البيت السبع بتكلم عن الجلوبال او لوكال ديستنيشن، الديستنيشن ده قاعد في الشبكه بتاعتنا ولا الديستنيشن ده جهه خارج الشبكه المحليه بتاعتنا. طبعا برضو لاننا بنتونس جانبيا يعني وجدنا ممارسات للشركات انها لما تصنع ديما 2 اس 24 زي ما قلنا 2 اس 24 يعني 2 اس 4 اللي هي 16 في 22، 22 اللي هي مليون صح؟ 2 اس 10000 22 مليون. بنتكلم ليه عن 16 مليون كرت تقريبا تصنع الشركه. فالشركات بدات تلجا لتريكس وشفناها دي عمليا يعني انها بتصنع الكروت وتوزعها لجيوغرافيكالي ايزوليتد ارياز. يعني مثلا يقول والله يا اخي اسمع انا ال 16 مليون كملوا امشي اخذ لي او يو اي جديد ولا الكم مليون دي اللي احنا رسلناهم في امريكا الجنوبيه. ما في معنى انه نستخدم الكرت ندي نفس الكرت عنوان ونبيعه للشرق الاوسط مثلا باعتبار انه ما هيتركبوا يعني موست لايكلي ما هيتركبوا جهازين ديل في الشبكه واحده ان شاء الله، لانه العنوان ده هيظهر في الشبكه المحليه بس زي ما هنشوف لاحقا يعني. فمرات كده يحصل يعني زول يكون حظه كده جا كريت اشتروه من رومانيا مثلا ومش ركبوه في الارجنتين وقام الرينجل في رومانيا خش مع الرينجل في الارجنتين وقاموا تركبوا في الشبكه واحده والاثنين عندهم نفس الهاردوير او ادريس او الماك ادريس او الايثرنت ادريس. This case very difficult to detect يعني هو very difficult انه يحدث very rare لكن قد يحدث يعني. واذا حدث بتبقى في مشكله كبيره زي ما هنشوف، هتلقى في behavior غريب للشبكه زي ما هنشوف بعد شوي. طبعا الادريسنج اللي عملناه ده عمل سبورت لليونيكاست والبرودكاست والمالتيكاست والحزمه دي احنا الجدول ده احنا شفناه قبل كده. تكلمنا اليونيكاست هو يونيك ايدنتيفاير بكمبيوتر محدد وده هو رساله ماشيه لهذا الجهاز فقط، وهو هو فقط الذي سيستقبل هذه الرساله في ويرفع لللايرز العليا لان يونيكاست موجهه له هو. يبقى انا وجهت الرساله للكمبيوتر الفلاني، الكمبيوتر الفلاني هو الوحيد اللي هياخد كوبي من هذه الرساله. اما البرودكاست فهذه رساله مرسله للكل زي ما قلنا all computers.
وانه كل كمبيوتر لازم ياخذ كوبي من هذه الباكيت، ياخذ كوبي من الباكيت يعمل بها شنو؟ دي ما شغلتك، ارفع لي اللايرز العليا، عندنا بعدين شغل فيها في اللايرز العليا. انت ككريت لو جاتك رساله برودكاست، وظيفتك لو سمحت استقبل هذه الرساله وارفعها للطبقات العليا. مالتي كاست، شوف عنوانك مرسل لمجموعه محدده، فالمالتي كاست دائما ديفاين باي الابلكيشن في فوق بتقول انت فيها مالتي كاست جروب. اذا المالتي كاست عندها جروب ادريس، اذا المالتي كاست باكس لازم لو جاتك، لو انت جزء من الجروب يو هاف تو كوبي هذه الرساله او هذا الفريم يعني وترفعه لللايرز العليا. يبقى المالتي كاست كل كمبيوتر في السب سيت، هذه المجموعه المالتي كاست دي لازم ياخذ كوبي من هذه الباكس. زي ما قلنا المالتي كاست احسن مثال ليه، لو انا برسل ببث الان المحاضره دي جزء في الفصل مثلا، انا قاعد في الشبكه المحليه بكون مالتي كاست للغه العربيه ومالتي كاست للغه الانجليزيه ومالتي كاست للغه الفرنسيه مثلا، فانا لما ارسل مالتي كاست في العربي اي زول جروب في الجروب اللغه العربيه بياخذ هذه الباكس ويسمعها. اذا هو من السوفت وير فوق المفروض كان حدد انه داير الجروب المالتي كاست العربي او المالتي كاست الجروب الانجليزي او المالتي كاست الجروب الفرنسي وهكذا. ودي هتلاقينا هنا زي ما قلنا الكاريت لازم يعرف كيف يستجيب للثلاث انواع من الباكيتس دي، وهتلاقينا بعدين انه ليه بنستخدم البرودكاست، هتلاقي انه في استخدام اساسي للبرودكاست هنشوفه بعدين لقدام، اننا نعرف الكمبيوتر ده الهاردوير ادريس بتاعه كم، هنستخدم بعدين البرودكاست ان شاء الله. طيب الستاندرز حدد انه البرودكاست، في البرودكاست لازم تكون العناوين ال 48 بيت كل لون واحد، اذا العنوان البرودكاست هو اف 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 دي اللي هم 48 بيت اللي هم دي بايت 2 3 4 5 6 بايتس. يبقى البرودكاست هو لو دار ترسل رساله برودكاست خط الديستنيشن ادريس كله ونز، كل الناس هيفهم انه هذه الرساله عباره عن برودكاست مسج. يبقى الماك برودكاست كانه هو طبعا المالتي كاست كان لجروب محدده، جروب محدد داخل الشبكه مش كده، ما في الجلوبال يعني في داخل شبكتك المحليه. طبعا احنا هنشوف ليتر انه هو كان مالتي كاست في شبكه بعيده، يعني هنا لو الشبكه المحليه وكل الاجهزه خاشه في المالتي كاست جروب بيجي زي البرودكاست. طبعا المالتي كاست زي ما قلنا لازم تكون جروب من هذه المالتي كاست، يبقى في جروبز اوف كمبيوترز مربوطين زي ما قلنا العربي والانجليزي، اذا خمسه كمبيوترات شغال هيستقبلوا اي حاجه جايه للمالتي كاست جروب العربي، 20 كمبيوتر المالتي كاست جروب الانجليزي، 30 كمبيوتر المالتي كاست جروب الفرنسي، باقي الكمبيوترز ما بارت من اني مالتي كاست جروب، اذا ما هيستقبلوا اي حزمه جايه لواحده من المالتي كاست جروب الثلاثه دي. طبعا البرودكاست هو لجروب فيها كل الكمبيوترز الموجوده في الشبكه زي ما قلنا، عشان كده احنا قلنا كمان لو تذكر انه البرودكاست للاول والمالتي كاست لسم كمبيوتر والاني كاست لكان لسنجل كمبيوتر. سوري انا طلعت لفوق. طيب نمشي للسلايد اللي بعده. هنا دي يبقى الكمبيوتر لما نيجي نتكلم عن اليونيكاس والبرودكاست عنده لوجيك بيستخدمه، اللوجيك انه شاف فريم او باكيت في الشبكه يبقى عمل هاندل الباكيت اللي هي جاته في الشبكه دي، شافها في طرف كارت الشبكه بتاعه، هيشوف الديستنيشن ادريس الموجود فيها، لو كان الديستنيشن ادريس هو عنواني انا ككمبيوتر هياخد الباكيت دي وهرفع باس عن بروسيس ذا باكيت يعني ارفع لللايرز العليا، يعني خلاص استقبلتها لان جاني انا. او لو كانت دي ما عباره عن برودكاست ادريس اللي هو فول اف زي ما قلنا برضه هيستقبل الباكيت بروسيس ذا باكيت يعني استقبلها وارفعها لللايرز العليا. او لو كانت دي ماتش وان اوف ذا مالتي كاست ادريسز فور مالتي كاست جروب ان ويتش اي ام ممبر، يعني لو مالتي كاست جروب انا فيها، طبعا انا ممكن اكون في جروب في الترجمه العربي زي ما قلنا، وجروب في ناس بيتكلموا في الرياضه، وجروب في ناس بيتكلموا في الموسيقى مثلا، لكن انا ما جروب في الناس بتتكلم عن الفن ولا جروب في الناس بتتكلم عن التمثيل الى اخره، فبالتالي الكمبيوتر ممكن يكون ممبر في اكثر من مالتي كاست جروب. اذا هنا بتقول لو كانت الرساله مالتي كاست لجروب انت عضو في هذه الجروب برضه بروسيس ذا باكيت يعني ارفع لللايرز العليا، اذروايز اجنور الباكيت، معناته الكلام ده ما جايك انت. يبقى الفلو شارت هنا الفلو البروسيس الالجوريزم الموجود قدامنا ده بيقول انه الكمبيوتر بيستقبل الحزمه الجايه او البرودكاست او الماستي كاست جروب هو شنو هو ممبر فيها، وده اللي كنا بنقول فيه من قبل بس كتبناه هسه في صوره بتاعت الجوريزم. بروسيس زي ما قلنا معناته ارفع الباكيت دي او الفريم ده لللايرز العليا، اجنور يعني ما تاخد منه كوبي خلاص اعمل نايم دي ما جاياك انت.
طيب نجي للفريمينج، النقطة اللي بعد كده في الباراجراف ده بيتكلم عن فريمينج. كيف نقدر نحدد بداية الفريم؟ احنا قلنا اي فريم في الدنيا عنده بايلود وعنده هيدر، فده نشوف بعض الديفينيشن كده انا كيف نقدر نعرف الفريم ده. يعني يبقى الفريمينج كديفينيشن، الفريمينج هو الاستراكشر للسيكونس اوف بيت اوف بايت اللي هو بيخلي سندر الريسيفر يتاكد انه ده الفريم to recognize the exact format of the message. يبقى انا داير اعمل اي حاجه كده واخدت لي لو في طريقه هيدر كده في الكود كده، بريلود هنا في الاول وبريلود بس لود هنا في الاخر، حاجه كده فلاج ولا حاجه توري انه دي بدايه الفريم ودي نهايته. يبقى ده الشكل العام بتاعنا، انه الفريم عنده تو conceptual باس الهيدر، والهيدر ده هو فيه المعلومات التي تلزم عشان نقدر اتعامل مع هذا الفريم اسوي ليش شنو. فهذا احسن مثال الان قلناه اللي هو الادريس، الديستنيشن ادريس، الماك ادريس اللي هو طوله او الفيزيكال ادريس ده اللي قلنا طوله 48 بت بيكون قاعد وين في هذا الهيدر. والبيلود دي الحموله بتاعت الفريم، يعني البيانات الدايره ترسل اللي قد يكون جواها في هيدرز بتاعت لايرز عليا اي دونت كير. دي بالنسبه لي انا ظرف فيه المعلومات دي جوا، وفي الغلاف بتاعه مكتوب الهيدر انه الهيدر فيه عدد معلومات اهمها بالنسبه الان الديستنيشن اي بي ادريس. يبقى الشبكة بالنسبة لنا ما بتفهم، الشبكة بالنسبة لا فهم لديها، هي فقط الكمبيوتر بيعاين للهيدر ده ويشوف الديستنيشن ادريس، يتعرف على الفريم من اول لاخره زي ما قلنا، ويشوف الديستنيشن ادريس ده واحد من الثلاثة قلناه قبل شوية، حقي ولا حق مالتي كاست جروب انا منه ولا حق الكل، وفي حالة زي دي هقبل الفريم اذروايز او الاجنور. طبعا البيلود انا اي دونت كير انه فيه شنو، البيلود كان contain an arbitrary sequence of bytes that are only meaningful to the sender and receiver. البيلود ده فيه معلومات انا كداتا لينك لير هنا I don't care. فيه معلومات اكيد بيفهموها sender والreceiver، هم شنو الابلكيشن بروجرام في sender والreceiver، زائد الطبقات العليا زي انه زي ما عارفين ده اذا كان الهيدر بتاع الداتا لينك هنا يكون في هيدر بتاع النتورك لير وهنا الهيدر للترانسبورت لير وهكذا. لكن انا بالنسبه لي زي ما قلنا دي عباره عن بيلود. طيب قلنا بعض الفاميليز بت 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 بتشتمل اننا نضيف زي ما قلنا حاجه في بدايه الفريم وحاجه في تعمل له فريمينج، يعني تحدد له اطار في بدايته وفي نهايته زي ما هنشوف بعد شوي. طيب الفريم والفورما والفريمينج بيتم كيف؟ طبعا الفريمينج بتستعمل الستاندرد الشغال، اكيد انت لو شغال ايثرنت مختلف عن لو انت شغال توكن رينج، لو شغال عن توكن باص الى اخره بيختلف شكل الفريم في كل تقانه من التقانات اللي قلناها قبل شويه يعني. لكن التقانه لازم تحدد المينيمم والماكسيمم سايز، الفريم ما يقل عن كده وما يزيد عن كده، كل ستاندرد لازم يكون فيها كده. لما نجي للايثرنت هنتكلم عن المينيمم فريم سايز والماكسيمم فريم سايز، وبنتكلم عن الفورمات بتاعت المسج. يبقى الهاردوير باكيت اللي هي اللاير 3 باكيت از كول فريم، عشان كده لو تلاحظ هسه انا في الشرح ده مره اقول فريم ومره اقول باكيت، واحنا قاعدين في لاير 2 بنسميه فريم. خلاص يبقى الباكيت والفريم هم في لاير 2، في لاير 2 الباكيت دي بنسميها فريم، لما نمشي لللايرز العليا هنقول على باكيت، هنقول اي بي باكيت، هنقول تي سي بي باكيت. هنا في احنا في لاير 2 يا يعني نقول لاير 2 باكيت يا يعني نقول فريم، اول ما نقول فريم معناته قاعدين في شنو في لاير 2. طيب يبقى الداتا كوميونيكيشن ميكانيزم ممكن، طبعا هنا دايما بنتكلم عن ال 8 بت بايت ميكانيزم از يوز تو سند باكيت، يعني دايما بنتكلم عن بايتس لانه بيكون في نهايه بالنسبه لنا الداتا جايه من اللايرز العليا ما زيرز وان جايه بايتس، فبنا دايما بنتكلم عن ال 8 بت بايت. طبعا بنقول ال 8 بت بايت لانه كان ممكن تكون 7 بت بايت زي ما شفنا في السيريال انترفيس زمان، ممكن الحرف يكون 7 بتس اونلي ما 8 بتس. احنا دايما بيجينا الحزم جايه من اللايرز العليا في ستاندرد 8 بت بايتس. يبقى لو عندنا الفريم بالشكل ده يكون عندنا هيدر 6 بايتس هي الهيدر بتاعنا وبعد كده البيلود. طيب لو كان الهيدر كون 6 بايتس زي ما احنا قلنا والهيدر والبيلود ايا كان طوله 1000 4100 500 المهم ده البيلود بتاعي اللي هي الحموله بتاعت هذه الباكيت، فبنستخدم تو سبيشال كاركترز عشان نحدد بدايه ونهايه الفريم، واحد فيهم اسمه الستارت اوف هيدر والثاني اسمه الاند اوف ترانسميشن. اي حرفين هنرمز لهم هنا اس او اتش و
واند اوف ترانسميشن. ستارت اوف هيدر في بدايه الفريم، اند اوف ترانسميشن في نهايه الفريم. دي عباره عن اسكي كاركتر. الرسمه هنا ما تو سكيل يا اخوان، دي 6 بايت، دي 48 بت، ودي بت دي بايت واحده بس، يعني دي 6 ودي 1، فبس ظاهره كبيره، لكن ذيس اونلي 1 بايت وذيس از اونلي 1 بايت. قبل ما امشي للسلايد الجايه، خلي بالك انت هنا معناتها انت كداتا لينك لاير، لو اتفقنا على الطريقه دي، بقى الهيدر 6 بايت والستارت اوف هيدر والاند اوف ترانسميشن بايت وبايت، وده البيلود بتاعك. فهنا هنا ده اوفر هيد اللي احنا قلنا فيه، اوفر هيد انت شايله، كنت تتمنى انه ما يكون يتشال، لكن اضطريت اشيله عشان توصل الرساله. فهنا 6 بايت بقى شنو اوفر. طبعا بالتالي انا كل ما كبرت البيلود كل ما الاوفر هيد قل. يعني مثلا البيلود لو كان 100، انسى ليه الاند اوف ترانسميشن والستارت اوف هيدر، البيلود لو كان 100 بايت يبقى انا عشان ارسل 100 بايت رسلتها 6 بايت زياده. اذا الاوفر هيد بتاعي 6 على 100 مش كده، او 6 على 106 ما هنختلف. لو كان 1000 بقى 6 على 1000، فواضح ان انا كل ما كبرت البيلود كل ما شنو قللت الاوفر هيد الموجود عندي. فبالتالي انا كل ما اكبر حجم الفريمز كل ما استطعت انه احسن الثروبوت مش كده، لانه يعني زي ما بدل ما ترسل الرساله في الرساله بتاعتك في ظروف صغيره، كبر الظروف. بنكبر الظروف ليه؟ لان انا لو عملت لك ظروف صغيره هاخد جواباتك دي 10 ورقات مثلا، اخدتها في 10 ظروف صغيره، هنا الاوفر هيد عالي. بدل كده ما اكبر الظرف اخدت ال 10 ورقات دي في ظرف كبير. يمكن احنا في الحياه العمليه بنحاول نكبر المظاريف عشان نقلل الاوفر هيد، ودي ابلايد في كل الاندستري في الدنيا. يعني ليه لما تشتري قزازه بتاعت مويه مثلا، القزازه لما تكون صغيره سعر المويه الموجوده فيها هيكون اغلى من القزازه لما تكون كبيره. ليه؟ لانه الاوفر هيد بتاعنا هي القاروره اللي اتخطت فيها المويه دي. فكلما كبرت حجم المويه كلما الاوفر هيد بتاعنا قل، وبالتالي قيمته قل، وبالتالي الاوفر هيد قل، مش كده؟ طيب السؤال انه خلاص احنا اتفقنا انت خطت لي الستارت اوف هيدر، انا بعيل للشبكه القى ستارت اوف هيدر، معناتها في فريم جاي فيه هيدر 6 وفيه بايس خلينا نقول 100 مثلا، متفقين عليها او ما متفقين؟ لو متفقين على 100 خلاص يبقى بعد ال 100 بينتهي الفريم، لكن لو ما متفقين عليها وده القاعده يحصل عاده، بتكون انك انت البيلود يجي بيكون اربيتري لينس، يعني ممكن يكون 100 200 300، المهم ما يفوت الحد الاقصى. وفي نهايته في الاند اوف ترانسميشن، يبقى هنا انا عرفت بدايه الفريم وعرفت نهايته. فهنا السلايد الجاي بتقول ايش اللي هيحصل لو ظهرت، وات هابن لو كان السبيشال كاركتر اللي انت عملتهم في المسج ديل ظهروا في البيانات في النص. ما انا قلت الفريم بتاعي فيه ستارت اوف هيدر، دي الرساله الجايه يعني دار الرساله دار اخدها يا اخوان. قلت انا بخط لي هنا فريم في البدايه ستارت، طبعا بخط الادريس، بخط هنا ستارت اوف هيدر، بخط اند اوف ترانسميشن في نهايته. طيب ما قد يحدث انه الستارت اوف هيدر والاند اوف ترانسميشن دي ما بيت 0 اند 1، 8 0 اند 1 ايا كانت الكومبينيشن. فقد يحدث انه في داخل البيلود تظهر الستارت اوف هيدر او الاند اوف ترانسميشن. فهنا ظهر عندنا السؤال وات هابن اف السبيشال كاركتر اللي انت بتستخدمه للفريمنج دي ظهروا في نص الرساله. طب كيف يظهروا في نص الرساله؟ القصه بسيطه، الرساله ممكن تكون صوت مثلا، الصوت ده والبي انكودد زي ما احنا اتفقنا بزيروز اند وانز، وصادف انه الزيروز اند وانز دي تساوي الستارت اوف هيدر او الاند اوف ترانسميشن. فهنعمل شنو في القصه دي؟ سو وي ماست translate special character into alternative format to avoid confusion. يبقى يعمل لازم نترجم هذه الحروف زيادة في النص عشان ما تلخبط المستقبل، لأن المستقبل لما نيجي هيلقى الستارت اوف هيدر اللي هنضيفها هنا، ويجي يقرا كده يلقى الاند اوف ترانسميشن، يفتكر الفريم خلص هنا مع انه لسه ما خلص، ده عبارة عن حرف جزء من الرسالة. فهنا بنستخدم ما يسمى البايت ستافينج، حشو، بنحشو بايت إضافية. كيف بنحشو بايت إضافية؟ ده بتوضحها السلايد دي. يبقى دي المسج الجايانة، خلينا نشرحها نحن هنا، دي المسج الجايانة في A دي، وبالتالي ظهرت فيها الـ start of header of end of transmission. فقام قال لك شنو في المسج الجاية، أي لحظة يظهر فيها الـ start of header بدله بحرفين escape، ده أي حرف escape ASCII 27 مثلا زائد X. ولو ظهر في أي لحظة end of transmission خد بدل escape وبعدها الحرف Y، يبقى ده حرف وده حرف ثاني. عشان كده لما ظهرت ستارت اوف هيدر خدت اسكيب وحرف الاكس، اند اوف ترانسميشن خدت اسكيب ومعها الواي، جات الاسكيب ذاتها انا ما بوظت الاسكيب، الاسكيب ذاتها لو جات خد بدل اسكيب زد، بقت اسكيب زد. يبقى ده الفريم بتاعنا الجديد، خد في بدايه الستارت اوف هيدر
في نهايته الاند اوف ترانسميشن. الفريم الجنريتد ده عمرك ما هتلقى فيه الستارت اوف هيدر والاند اوف ترانسميشن الا في بدايته ونهايته، لانه لما ظهروا في النص انا بدلتهم، بدلت كل ستارت اوف هيدر باسكيب اكس، كل اند اوف ترانسميشن باسكيب واي. وبالتالي لانه انا استخدمت الاسكيب بقى، لو جات ما لو جات الاسكيب يا اخواننا في الرساله ما بقدر اخليها برامج، يمكن هنا اكس لو فيها وراء اكس الزول هيفتكر انها هي دي انكود ستافت اسكيب يعني محشوه، فبدل كده الاسكيب زاد هاخد بدل اسكيب زد. يبقى الريسيفر لما نيجي يقرا، تعالوا نقرا القصه بتاعت الريسيفر. قرا هنا ستارت اوف هيدر، اذا ده بدايه فريم دي داتا، لقى الاسكيب ايوه اجيف، معناته الحرف اللي بعد ده بيحدد لنا المرسل ده كان قصده شنو. بيجي اسكيب زد بيرجع للجدول هنا، اسكيب زد معناته شنو؟ معناته حرف الاسكيب، اذا ده عباره عن اسكيب اللي هي دي. مش يقرا كده لقى اسكيب، لازم يعرف الحرف اللي بعده اسكيب اكس. اسكيب اكس هنا معناته شنو؟ معناته ستارت اوف، الحرف اللي كان يمثل الستارت اوف هيدر، اذا ده الحرف ده هينزله في الفريم اللي هيرفعه لفوق. مش يقرا لقى اسكيب واي، اسكيب واي معناته شنو؟ معناته اند اوف ترانسميشن، اذا ده الحرف بتاع الاند اوف ترانسميشن. لقى اسكيب تاني ورا شنو؟ وراها زد، اذا ده حرف الاسكيب، رجع الاسكيب تاني، اذا ده الريسيفت فريم، قدر الريسيفر بغادي يرجع الريسيفت فريم. لانه يا اخوانا الستارت اوف هيدر واند اوف ترانسميشن دي ممكن تكون اي حروف، ممكن تكون A و B مثلا. لو A و B يبقى خلاص، يبقى انا اول ما القى A ببدل ال A لاسكيب X، اول ما القى ال B بقبلها لاسكيب Y. الاسكيب ذاتها لو لقيتها قبلتها لاسكيب Z، فهنا في اسكيب Z، فهنا انا حشيت 1 2 3، حشيت 4 بايتس اضافيه في الفريم. لكن رغم ذلك قدرت افرز بدايه الفريم ونهايته عشان الريسيفر ما يحصل له كونفيوجن. تمام. برضو نفس الكونسبتس كان بي ابلايد في البيت ستافينج، في البيت ستافينج نفس الكلام. لو كان شغال بيت اورينتد رازر زان بايت اورينتد، كنا بنتكلم على البيت ستافينج. هيحصل شنو هنا؟ في عندنا تو ريال وورد اكزامبل للبيت ستافينج، واحد فيه الهاي ليفل داتا لينك كنترول هو ايزو ستاندرد، واحد فيها البوينت تو بوينت، بوينت تو بوينت بروتوكول برضه ديل بيستخدموا بيت ستافينج ما بايت ستافينج. البوينت تو بوينت بروتوكول هو بابولار داتا لينك لاير بروتوكول، بيستخدم باي تو اند بوينتس في الشبكه بتاعتنا، وده بيوفر اوثنتيكيشن وانكريبشن اند كومبريشن. فيبقى البوينت تو بوينت مهم جدا، ان هيلاقينا اللي قدام، وهو بيتكلم عن بوينت تو بوينت اوفر ايثرنت، يعني جوه شبكه الايثرنت في بوينت تو بوينت بروتوكول. خلاص. وهو بيستخدم لزمان كان الانترنت سيرفيس بروفايدر بيستخدموه عشان يربطوا مع الاند يوزر بما يسمى البوينت تو بوينت لينك، البوينت تو بوينت. طيب ديل بيستخدموا الحرف ده عشان يوري بدايه الفريم ونهايته. اذا 0610 معناتها بدايه فريم، 0610 في نهايه فريم، يبقى بحدد بيقطر الفريم بتاعنا ب 0061 بعدين 0 ونهايته 061 وبعدين 0، وده شكل الفريم الفورمات بتاعته. طيب هيحصل شنو لو ظهر، سوري دي اخر سلايد عندنا، هيحصل شنو لو ظهر، يحصل شنو لو ظهر السيكونس ده في داخل الرساله بتاعتنا. فنستخدم نفس الفكره، يعني لما ما نخليه يظهر، طب ما نخليه يظهر كيف؟ سوليوشن بنستخدم البيت ستافينج. لو في اي لحظه لقينا زيرو وراه 5 ones معناتها نحسب حساب، نعمل حسابنا طوالي نحشر لون زيرو. اذا في داخل الرساله اي لحظه يجينا زيرو وبعده 5 ones لازم نحشر لنا زيرو بعد ال 5 ones. الريسيفر في الطرف الثاني طبعا لو لقى زيرو 5 ones يبقى ال 1 وبعدها زيرو، معناتها دي رساله عاديه، يعمل ان ستاف للزيرو. يبقى if a message contain any 5 successive one في الداتا مسج داري رساله، هيعمل ستافنج للزيرو، هيحشر زيرو ولا زيرو 5 1 وبعد كده يرجع ويواصل الرساله بتاعته. At the receiving end after 5 ones the zero is always removed، يعني الريسيفر بغادي يلقوا الزيرو و5 ones معناته في زيرو محشو طوالي، يمشي يشيل الزيرو المحشو ده ويواصل كلام. طبعا لو زيرو لقى زيرو وبعدها 5 ones وبعدها 1 ثاني يا اخوانا، معناته دي نهايه الفريم، خلاص انتهينا مش كده؟ و يبقى دي الرسمه بتوضح الكلام ده، دي الزيرو دي الفريم الوضع العادي، وده الهيدر، ودي الداتا بتاعتنا، ودي التريلر بتاعنا، ودي الداتا بتاعتنا حسب ما شفناها في الشريحه اللي فاتت بالنسبه للفريم اللي دارين ارسله. يبقى الرساله الجايه انا زي دي، زي ما قلنا لو جاتنا رساله زي دي زيرو
وادي واحد اثنين صدفة. لا طبعا هنا ما عندنا بيت باوند بايت باوندري، في اي حتة تلاقينا زيرو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وان طوالي هشيل لي زيرو هنا فيها خلاص، وهكذا واصل واحد زيرو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، دي الخمسة زيرو طوالي هشيل لي زيرو هنا بعد، يبقى زيرو فايف وانس طوالي هشيل واحد زيرو. الريسيفر بغاد يعمل ان ستافينج ليشنو يعمل ان ستافينج للزيرو المحشو ده ويطلعه بره ويستقبل الداتا بتاعته. عشان يكتمل كلامنا، ومع اننا لسه ما اشتغلنا الايثرنت، ممكن نعرف الماك ادريس اللي قلناه قبل شويه. لو عملنا امر كوماند هنا كتبناه اسمه اي بي كونفيج، لو قلنا اي بي كونفيج الكوماند قدامك اي بي كونفيج سلاش اول، ده بيديك التفاصيل بتاعت كرت الشبكه اللي قاعد عندك. انا هسه شغال في جهاز فيه وايرلس لان ادابتر، ما فيه وايرد ادابتر، كلها وايرلس لو ملاحظ. فالوايرلس ادابتر انا في منين بس اللاين ده الفيزيكال ادريس، ده فيزيكال ادريس شايف 60 اف 6 7 7 4 7 8 دي 6 3، ده الماك ادريس او الفيزيكال ادريس او الهاردوير ادريس بتاعنا. لاحظ مكتوب شنو، انا نسميه فيزيكال ادريس. طبعا خليك من واي فاي وده كله هنشوفه ليتر، انا هسه ما خش الشبكه الواي فاي عشان كده ميديا ديسكونكتد. خلينا بس نعاين ان احنا قلنا الماك ادريس بتاعنا او الهاردوير ادريس مكون من 6 بايت زي ما انت شايف، هنديل ال 6 بايتس الموجوده قدامنا، ده بيحدد الماك ادريس الموجود عندنا. طبعا هنا عندنا اكثر من رقم موجود، دي عندها تفسيرات اخرى، ما المجال الان للحديث عنها. اذا لو عملت اي بي كونفيج سلاش ثاني الكوماند كلير سكرين كلير سكرين، ده الكوماند بتاعنا اللي بنعمله اي بي كونفيج سلاش اول اي بي كونفيج سلاش اول في ال او اي اف كونفيج لو شغال على بعض الاصدارات الاخرى يعني من اللينكس وكده، بيديك الحاصل شنو في الهاردوير ادريس بتاع الكريت بتاعك. بعد كده في معلومات اخرى عن الاي بي ادريس والدي ان اس، دي كل حاجات هنبقى نشتغل ان شاء الله واحنا شغالين في الكورس بتاعنا. ده كان عن الباب كده، انتهينا احنا من الباب ال 13 اللي هو اول باب في الجزء الجديد من الكورس بتاعنا. اتكلمنا شو عن الباكيتس وان جنرال، بعد اتكلمنا عن الفريمز المستخدمه في الداتا لينك لاير، وشفنا التوبولوجي المختلفه البص والرينج والستار والمش توبولوجي. باقي بس حاجه صغيره اعلق عليها على التوبولوجيز دي، انه يعني ما البص دايما معناته الاجهزه مرصوصه في خط مستقيم ورا بعضها، ممكن تكون قاعده في معمل بالشكل ده والكيبل ماشي بزوره كلها. فالبص المين فيشر بتاعته انه بزور كل الاجهزه، بزور من الجهاز الاول للثاني للثالث وهكذا، يعني ما تتخيلين الا تكون مخطوطه في رصه واحده. ولا الرنج انها لازم تكون قاعده في دورانيه، ممكن الاجهزه تكون مرصوصه زي بعضها كده وانا اربطها كده وبعدين اجي راجع بالكيبل فاضي ما فيه شيء وارجع ثاني لاول وثاني، اذا عملت لي رنج هذه والاجهزه دي عامله لنا الرنج مش كده. كذلك ال الستار نفس الكلام، يعني ما شرط الا تكون شكل الستار، سوري ممكن ما شرط الا تكون شكل الستار على سنك انت تقول ستار توبولوجي. هنا ممكن المركز بتاعنا قاعد هنا والاجهزه كلها مرصوصه ورا بعضها، يعني ولو جبنا ده خدنا هنا في اللاين وده في اللاين وده في اللاين، يبقى الكيبل ماشي للكمبيوتر والكيبل ماشي للتاني كلهم مرصوصين جنب بعض. فانت الفيزيكال توبولوجي ما تخدعك بالشكل، انما بانه سنترال بوينت مربوطه بالاخرين، ده سميناه طوالي ستار توبولوجي وهكذا. عندنا حاجه اسمها لوجيكال توبولوجي هنلاقيه لقدام في باب اخر باذن الله تعالى. كده انتهينا من الباب ال 13.